ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم خطتنا للوصول لحياة صحية ونفسية جيدة. للأسف بنعتذر عن فقرتنا التانية واللي كانت هتكون مع دكتورة عزة، هي للأسف مزنوقة في زحمة الطريق، لكن هنكمل حديثنا مع دكتورة شيماء. برحب بيكي مرة تانية. دكتورة، يعني كنا بنتكلم عن الليزر عموما، وبنتكلم ان هو ازاي عموما ان احنا نحافظ على البشرة، وازاي هي الطرق الحديثة في استخدامات الليزر للحفاظ على نضارة وجمال البشرة. خلينا نقول في الأول إن بعض الناس حتى في السن الصغير دلوقتي إن هم بيتعرضوا للتجاعيد، حتى لو التجاعيد دي بتكون رفيعة، مجرد خطوط رفيعة. خلينا نقول إن هي إيه هي أسباب ظهور التجاعيد حتى لو في السن الصغير؟ طيب، احنا كنا لسه بنتكلم شويه عن الوقايه للبشره، قلنا لازم واقي للشمس، قلنا لازم سوائل. دي حاجه من الحاجات اللي بتاثر كتير جدا، قله شرب السوائل وكتر التعرض للشمس من غير واقي للشمس، بيبتدي تلاقي زي ما حضرتك قلتي المريضه عندها مثلا 25 سنه او 27 سنه وابتدي يظهر لها خطوط بتبقى حوالين العينين او حوالين الفم مثلا. دي بتبقى نتيجه سوء التعامل مع البشره، خصوصا لو هي مثلا بتحط مكياج كتير وبتدي تنام بيه. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو هي حاطه مكياج وحابه تشيله، ما ينفعش تشيله وتبتدي القطنه تبتدي تحك البشره او تفرك البشره جامد، لازم تشيله بالمزيل بتاع المكياج، ولازم بعديها على طول تحط كريم مرطب. دي الحاجات كلها اللي لو اهملناها بتبتدي تعمل خطوط رفيعه في سن صغير، ودي بتبقى علاجها صعب جدا لو تاخرنا كمان في العلاج بتاعها. بس من سن كام نبدا ان احنا نعتني ببشرتنا؟ يعني هل ان احنا نبتدي ان هو نستخدم الطرق التقليديه لعنايه بشره للبشره، ان هي نستخدم مرطب ونستخدم تونر ونستخدم الحاجات اللي قلتيها، من سن كام؟ هي المرطب والتونر والحاجات دي من اول فتره البلوغ، او من اول سن 18 سنه او 19 سنه، بس طبعا لازم تكون معاها حد يساعدها، مثلا طبيب على الاقل زياره مره واحده، لان طبعا دي مرحله اصلا بلوغ ومرحله حبوب شباب، فممكن تستخدم كريم يبتدي يزود حبوب الشباب. لكن في كريمات تانية بتبقى مرطبه لكن غير مسببه للحبوب بتاع الشباب. ده بالنسبه للكريمات. بالنسبه للعنايه البشره كنوع من المتابعه مع الطبيب من اول سن 25، ولازم يعني تعرف نوعيه بشرتها ايه الاول عشان ان هي طبعا تستخدم الكريمات المناسبة لطبيعة بشرتها. أكيد طبعا، ده بيبقى مساعدة الطبيب لازم. أما بقى إذا كنا حابين إن احنا نستخدم علاجات وقائية، ده بيبقى من أول سن 25 سنة بنبتدي نستخدم كريمات بتحمينا من التجاعيد، كريمات فيها فيتامين سي عشان تبتدي تنور البشرة وتفتحها، وكمان علشان فيتامين سي مضاد للأكسدة عشان يمنع شوية من ظهور التجاعيد في سن مبكر. فمن أول سن 25 سنة عليها إنها تتابع مع دكتور على طول. طيب، بالنسبة للفيتامين سي، يفضل ان احنا نستخدم الكريمات اللي فيها فيتامين سي وبعض الفيتامينات الاخرى اللي ممكن حضرتك تقول لنا عليها اللي هي بتحافظ على نضارة البشرة، ولا ممكن نكتفي ان احنا ناخد فيتامين سي عبارة عن اقراص، او برضو ان احنا نركز في فيتامين سي او الاطعمة اللي فيها فيتامين سي؟ هو طبعا الاطعمة اللي فيها فيتامين سي هتدي فيتامين سي للجسم، هيفيد الجسم كله، بس لو احنا حابين ان احنا نهتم بالبشرة زيادة عن اللزوم شوية، يبقى في كريمات بتحتوي على فيتامين سي، ويفضل في معاها كريمات تانية بتحتوي على فيتامين اي واي عشان الليونة بتاعة البشرة وعلشان الندوة بتاعة البشرة كمان. فيتامين اي واي وسي. وسي، تمام. طيب، يعني قلنا سي بتحافظ على نضارة البشرة، اي واي عشان خطر الليونة بتاعة البشرة. الليونة، الاثنين نفس الحاجة. بالنسبة لاستخدامات الليزر في علاج التجاعيد اللي بتظهر في الوش، طيب، الليزر بتاع الفراكشنال اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه اللي هو بيعالج الحفر والندبات بتاعت حبوب الشباب، برضو ليه استخدام معين بدرجه معينه من ضبط الجهاز، بحيث ان احنا نستخدمه على العلامات الخطوط الرفيعه اللي بتظهر خصوصا لو في سن صغير. لكن لو بيبقى في الجلسات برضو معدل مثلا جلسه كل شهر لمده من 3 لـ5 جلسات تقريبا، تبتدي واحده بواحده تبتدي تخفف الخطوط الرفيعه. لكن لو الخطوط كانت عميقه لدرجه ان هي يعني باينه حتى والمريضه مثلا ما بتاديش اي علامات او اي تحركات مثلا، يعني مثلا بتظهر من علامه التكشير او من رفعه الحواجب، ممكن المريضه تبقى مش مديه اي تعبيرات على الوش والخطوط ظاهره عندها، دي بتبقى مستدعيه علاج تاني خالص غير الليزر. هي كده اتاخرت على الليزر خالص، بيبقى مستدعيه الحقن اللي هو البوتوكس. طب خلينا بس نتكلم الاول قبل ما نتكلم عن البوتوكس، بالنسبه للخطوط الرفيعه اللي ممكن نستخدم فيها الليزر، دي اي خطوط رفيعه موجوده في الوش ممكن يبقى ليها الليزر يجيب نتيجه كويسه معاها؟ اي خطوط رفيعه في اي منطقه في الوش نستخدم لها الليزر بيحسن منها، وفي كمان حقن ليها بدون دخول بقى في تفاصيل طبيه، حقن فيتامينز برضو، صوره من صور الفيتامينز، ماده بتبتدي شويه تحسن من الجلد عند منطقه الخطوط الرديه فتبتدي تفردها شويه وتعليها.
بعض برضو السيدات بتلجأ ان هي بتستخدم ماسكات، يا اما ماسكات بتبقى اعشابي، اما ماسكات بتبقى تجميليه اللي زي بنشوفها في الصيدليات. دي مدى تاثيرها على الحفاظ على نضاره وجمال البشره؟ هي على حسب طبعا طبيعة بشرتها، يعني لو هي مثلا بشرتها دهنية هتستخدم ماسكات فيها مادة قابضة، اوكي، لكن لو هي بشرتها جافة هي بتستخدم ماسكات تانية فيها مثلا اللي بتحتوي على العسل مثلا او كده، بحيث ان هي ترطب البشرة شوية ده لو بشرتها جافة. بكل الاحوال الماسكات مش مضرة، بس المفروض انها تتعمل على يعني مرة كل اسبوع، لكن انها تتعمل مرتين ثلاثة في الاسبوع دي هيبقى فيه اجهاد على البشرة اكتر. بالنسبة للبشرة الدهنية، بتهيألي البشرة الدهنية هي اكتر يعني نوعية بشرة بيبقى عندها يعني مشاكل، وخاصة في حب الشباب، وحضرتك برضو صلحيني في المعلومة دي، يعني وخاصة في منطقة التي زون اللي هي عند الجبهة وعند الأنف. ازاي ممكن ان هم يتجنبوا كمية إفرازات الدهون خاصة في المنطقة دي؟ لأن حتى لو ما بيستخدموا مكياج، المكياج مش بيثبت نتيجة لإفرازات الدهون في المنطقة دي. بس خلينا ناخد إجابة السؤال ده يا دكتور، استأذنك بعد الاتصال. بسمة من الجيزة، أهلا بيك يا بسمة. طبعا تفضلي. هو يا دكتور لما بحط الزيت نعم لما بحط الزيت أنت عندك كم سنة يا بسمة؟ أنا؟ عندي 13. 13 وشعرك بيقع بقاله فترة؟ لا هو أول ما بحطله زيت بيبقى ناتف وبيقع. طب ليكي أي استفسار ليها يا دكتور؟ لا لا. طيب بشكرك على اتصالك يا بسمة. موضوع ان الزيت بيوقع الشعر ده مش كده خالص، هو زيت بيغذي الشعرايه كويس بس يمكن بينشف الفتله بتاعتها لشويه، فلو هي حابه انها تحط مثلا حمام للزيت يبقى مره في الاسبوع كنوع بس من تقويه لجدر الشعره، لكن لو هي حابه بس لازم توصله الزيت اللي بتستخدمه توصله لجدر الشعرايه ولا بس اطراف الشعر او الشعر؟ لا للجدر بس، لان غذاء الشعر بيبقى موجود اصلا من عند الجدر. بس ده بتعمله مره كل اسبوعين مثلا، لكن لو هي عايزه تستعمل حاجه ثانيه تحسن شويه من الملمس بتاع الشعر يبقى الكريم. الكريم ده يبقى مناسب يعني. طيب بالنسبه لسؤالي اللي قبل، اتصال للبشره الدهنيه ومنطقه التي زون. البشره الدهنيه ان كانت مشاكلها كتير بس هي اكتر بشره محظوظه، لان هي اخر بشره بتعجز، لان طبيعي ربنا خلق لنا الافرازات الدهنيه علشان ترطب البشره، فالناس اللي بشرتهم دهنيه اخر بشره بتعجز، اخر بشره بيظهر فيها تجاعيد، وان كانت بقى مشاكلها ان هي اكتر بشره بيبقى فيها المنظر اللامع اللي هو بيبقى زي ما حضرتك بتقولي حتى لو حطت مكياج بيبقى شكله مش لطيف، بيبقى فيه غسول معين مخصوص تغسل بتغسل وشها بس مرتين في اليوم او ممكن نزوده لثلاث مرات في اليوم. الغسول مخصوص بيبقى موجود للبشره الدهنيه غير مسبب كمان للحبوب، فبيبتدي يعمل شويه انقباض في المسام ويقلل شويه من الافرازات الدهنيه. بس في ناس بتبقى متخيله ان هي لو بشرتها دهنيه تغسله اربع خمس مرات، بالعكس ده هي كده بتستسهل البشره ان هي بتبتدي يظهر لها تجاعيد ويبتدي يزيد الافرازات الدهنيه اكتر. وعموما بالنسبه لغسيل الوش، ان احنا نبتعد تماما عن الصابون ونستخدم اللي هي الوسائل الاخرى اللي هي بتبقى مش زي الغسول بالظبط. الغسول افضل لمعظم الناس، بس في ناس بيبقى مناسب ليها الصابون على حسب طبعا النوع بتاع الصابون. بالنسبه للبشره الدهنيه، هل في برضو نوعيه اكل معينه ممكن تزود افرازات الدهون في بشرتها؟ دي اكيد طبعا. البنات الصغيرين اللي في مرحله المراهقه اللي عندهم حبوب شبه، اكتر ناس ممكن يعرفوا اجابه الموضوع دوت، ان هي طبعا هي بتبقى عارفه اصلا ان هي ممنوعه من الشوكولاتات طبعا. المواد السبايسي او الحاجات اللي هي الحراقه دي بتزود كتير جدا من الحبوب، بتزود كتير جدا من الافرازات الدهنيه، والحاجات اللي فيها زيوت او سمنه طبعا تبعد عنها طبعا. اكيد. معانا الحاجه وفاء من القاهره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك تفضلي. بقول لحضرتك يا دكتوره، بالنسبه للتجاعيد اللي في الوش والخطوط دي، بيعتمد يجيبوا تلفزه تركيزه، يعني مثلا تحط زيت صبار على عسل ابيض، بتشيل الحاجات دي، بس الواحد بيعملها وما بيلاقيش اي نتيجه. سن حضرتك كام سنه؟ فوق الستين. فوق الستين. تمام. تمام. ربنا يكرمك. بس التجاعيد بالذات بين الحواجز، يعني الخطوط اللي بين الحواجز دي وعند البق دي اللي بتبقى كتير جدا، مش عارفه بعدين يعني عماله اعمل في قلبي ماسكات ماسكات. هنجاوب على اسئلتك حاجه وفاء، بشكرك على اتصالك. هو ده اللي احنا كنا لسه هنتكلم فيه دلوقتي. هو ده اللي كنا هنتكلم فيه. التجاعيد اول ما بتظهر من بعد سن ال 30 او ممكن في اواخر العشرينات وبعد ال 30 وطالع، ما مش هيبقى ليها علاج، خصوصا لو هي ظاهره بالطريقه اللي هي بتتكلم عليها، غير حقن البوتوكس.
بس الوسائل اللي هي بتتكلم عنها مثلا، لان فعلا الناس بيلجأوا مثلا استخدام العسل، استخدام الاعشاب الطبيعيه، الماسكات اللي بنشوفها في وسائل الاعلام المختلفه، دي بيبقى ليها نتيجه ولا لا؟ ولا مجرد بدري قوي للوقايه بس، للوقايه بس. لكن لو حد التجاعيد ظهرت، لا يبقى ظهرت خلاص بالزبط. لو هي رفيعه زي ما قلنا نعملها بالليزر، لو هي التجاعيد لا موجوده بصوره واضحه يبقى يتعمل لها حقن. البوتوكس بيحسن كتير جدا من التجاعيد اللي موجوده، لو هي حوالين البق مجرد تجاعيد خفيفه بتتعمل بوتوكس، لو هي تجاعيد عميقه حوالين البق بنبتدي نعمل لها حاجه تانية اسمها الفيلر ممكن نتكلم عليها بعد كده. بس البوتوكس بيبقى للتجاعيد بتاعت الوش كلها، التجاعيد اللي حوالين العينين لما بنبتدي نبتسم او نضحك، التجاعيد لما بنبتدي نكشر اللي هي ال 111 ونبتدي نرفع حواجبنا اللي هي موجوده على الجبهه بالعرض، دي كلها بيعالجها البوتوكس عن طريق الحقن. بتبقى العمليه حاجه بسيطه جدا، بتستهلك حوالي 10 دقائق او ربع ساعه، المريضه بتخرج بتمارس حياتها عادي خالص، بيتعاد عليه بعد فتره كنوع برضو من المداومه على النتيجه. بس خلينا نعرف المشاهد الاول ايه هو البوتوكس. طيب ايه هو البوتوكس؟ هي ماده بتتحقن في العضلات اللي هي بيحصل لها انقباض، فبيبتدي مع تعبيرات الوش اما بيبتدي يعمل انقباض للعضله مره في مره بيبتدي يظهر التجاعيد. فانا بحقن العضله دي بحيث ان انا ارخي العضله، مش اشيلها زي ما الناس بتقول، لا انا مجرد انا بعمل ارتخاء للعضله بس، بحيث لما يجي المريضه تبتدي تكشر او ترفع حواجبها بتحس ان العضله حركتها قليله شويه، فيبتدي التجاعيد تخف في المنطقه ديت. هي فعلا الناس بتقلق يا دكتور ان هو بتعتقد ان هو بيبقى شلل للعضله نفسها. فبعض الناس حتى لما بتشوفوهم وخاصه المشاهير بيبقى ما فيش تعبير في وشهم يعني، او يا اما الحواجب واحد مرفوع اكتر عن الثاني، يا اما حتى البق بيبقى شكله مش طبيعي. تمام. فده بيبقى يعني هل الشخص اللي عمل الحقن في المناطق دي حقنها بطريقه غلط؟ هل زود الكميه؟ يعني بتبقى اسبابها ايه؟ طب هي في كذا مدرسه للحقن او في كذا طريقه للحقن. في مريضه بتبقى جايه بتقول لي انا مش عايزه تعبيرات في وشي، هي بتبقى طلبها كده، انا عايزه يبان ان انا عامله، انا عايزه يبقى مفيش تعبيرات في وشي، انا عايزه ان القوره تبقى مشدوده جدا وحوالين العين يبقى مشدود جدا والحواجب تبقى مرفوعه جدا، فممكن تبقى هي طالبه كده. المفروض يعني يبقى في توافق ما بين الكلام بتاع المريض والكلام بتاع الدكتور، لكن الالطف طبعا ان الطبيب وهو بيحقن ان هو يسيب شويه تعبيرات للمريضه بحيث ان الشطاره ان ما يبانش انها عامله حاجه، تبان طبيعيه. تبان طبيعيه وفي نفس الوقت التجاعيد تتفقد بالظبط. ويعني كميه الحقن هل برضه دي بتفرق يعني من مكان لاخر، يعني في الجبهه عن منطقه العين؟ لا هي على حسب المكان اللي التجاعيد فيه زياده. ممكن مريضه اكتر تعبيراتها انها بتبتدي تكشر فال 111 عندها بتبقى اكتر حاجه، ممكن مريضه اكتر تعبير بتعمله انها بتبتدي ترفع حواجبها فالخطوط اللي بالعرض في الجبهه هي بتبقى اكتر حاجه، فزياده الكميه اللي بتتحقن من منطقه لمنطقه على حسب المنطقه اللي فيها التجاعيد اكتر، دي على حسب تقدير الطبيب طبعا. والمفروض بعد ما نعمل بوتوكس يعني بعديها فتره قد ايه، او البوتوكس بيفضل مده قد ايه بحيث ان هو يبقى اثاره موجوده، يعني ان هي التجاعيد مختفيه سواء في اي مكان في الوش؟ تمام. ببتدي اعرف المريضه ان هيبتدي يظهر الارتخاء بتاع العضلات او الفرد بتاع التجاعيد ابتداء من اليوم الرابع للحقن بتاع البوتوكس. بتبقى النتيجه النهائيه تقريبا على اليوم ال 15، دي هي بتبقى وصلت خلاص للنتيجه النهائيه المثاليه اللي هي طالباها واللي هي كانت متمنياها من الاول. بيبتدي بعد كده يروح تاثيره تدريجيا ابتداء من 4 ل 6 شهور، فلو هي اول مره تحقن يبقى بعد 4 شهور بنبتدي نعيد عليه مره ثانيه. لو هي ثاني مره تحقن يبقى ثاني مره هنعيدها بعد 6 شهور، ممكن بعد كده المده توسع او المده تكبر ما بين الحقن والثاني، ممكن بعد كده تبقى بعد 8 شهور وبعد سنه وهكذا، مره في مره النتيجه بتبقى احسن من اول مره. يعني التجاعيد هل ممكن يعني بعد 6 شهور التجاعيد بتظهر مره ثانيه، ولا كميه التجاعيد بتبقى اقل فبنضطر ان احنا نستخدم ما بين فترات متباعده؟ اقل بكتير طبعا. البوتوكس اول نتيجه هي بتبقى النتيجه معقوله بتبقى مرضيه للمريضه، بس ثاني نتيجه بتبقى احسن، ثالث نتيجه بتبقى احسن. زي ما حضرتك قلتي افرض عدوا المده اللي هي المفروض انها تحقن فيها وما حقنتش، هل التجاعيد هترجع زي ما كانت؟ لا، هترجع احسن شويه مما كانت عليه. والبوتوكس برضو ممكن نستخدمه في سن معين ولا ما بتفرقش السن؟ لا مجرد ما ظهرت التجاعيد، لان برضو يعني في سن صغير ممكن ان هو نبقى عنده مش تجاعيد بس بيكشروا كتير، بتبقى فيه خطوط عند الجبهه، دي بتبقى برضو ان احنا ممكن نستخدم لهم البوتوكس حتى لو سنهم صغير؟ لو هي خطوط رفيعه قلنا ممكن نعمل لها الليزر، لكن لو هي بقى ظاهره زي ما حضرتك بتقولي بتعبيرات زياده عن اللزوم حتى لو سنها صغير ممكن نعمل لها البوتوكس بس بكميات قليله بحيث انها بس تفرد شويه المنطقه دي او تعالج شويه حركه العضله ان هي تعمل التعبير ده. في اي استخدامات اخرى للبوتوكس غير ان احنا بنستخدمه في التخلص من التجاعيد العميقه؟ في استخدام ليه تاني اللي هو التعرق الزياده عن اللزوم في منطقه الكفين او في منطقه بطن الرجل،
في برضو في منطقة الظهر، في مريضة بتبقى داخلة مخصوص عشان خاطر دي الشكوى بتاعتها الأساسية، بتبقى محرجة ليها جدا إن هي إيديها صيف شتاء بتبقى إيديها كلها عرقانة لدرجة إن إيديها بتبقى تقريبا بيضة من كتر العرق من في الإيد أو في الرجلين. فدي بتعمل لها برضو جلسات البوتوكس بتبقى كل 9 شهور تقريبا، او يعني من 6 ل9 شهور تقريبا. بس هتفضل ان هي تستخدم البوتوكس يعني طول عمرها؟ لان المشكله دي بتحصل حتى في البنات الصغيرين او الاطفال الصبيان في سن صغير بيبقى عندهم فعلا المشكله دي، هيضطر ان هم ممكن يستخدموا البوتوكس لفترات يعني طويله. معظمهم هتضطر انها تداوم عليه لفترات طويله. يعني برضو سمعت ان هو في استخدامات للبوتوكس في التخلص من الصداع النصفي. دي هتبقى لا هيبقى ده مش تخصصي بقى. طيب بالنسبه للفيلرز، يعني الفيلرز ممكن ان احنا نستخدمها في اماكن اخرى في الوش، بس خلينا اول نقول ايه هو الفرق بين البوتوكس والفيلرز. طيب ناس كتير جدا فعلا بتخلط بين البوتوكس والفيلر. البوتوكس زي ما قلنا ان انا برخي العضله عشان امنعها من التعبير اللي بيبتدي يؤدي للتجاعيد، تمام. لكن الفيلر هي ماده مليئه، ماده طبيعيه 100% امنه جدا، ما لهاش علاقه باي حاجه، لا هي هرمونات ولا هي كورتيزون ولا هي اي حاجه، هي ماده طبيعيه، الماده اللي اصلا ربنا خلقها لنا في بشرتنا عشان تبتدي تدي نداوه وطراوه للبشره وتبتدي فوليوم او حجم للبشره. مع السن ومع تعبيرات الوش الزياده بيبتدي الماده دي يفقد تصنيعها او يقل تصنيعها شويه، بنعيد عنها بحقن الفيلر اللي هي الماده دي، بنبتدي نحقنها في المنطقه اللي فقدت الدهون فيها. بتبقى غالبا ما حوالين الانف وحوالين الفم، دي اكتر منطقه. ده استخدام. استخدام تاني لو تيجي مريض تقول لي مثلا انا عملت دايت وخسيت كتير جدا فخدودي حجمها قل كبير كتير جدا، فدي برضو ممكن احنا نعوض شويه من حجم الخدود اللي قل. او لو هي عندها اللي بيجيب نتائج حلوه برضو اللي حوالين العين، في ناس حوالين العين بيبقى عندهم فراغ في اسفل العينين فبتبقى الجلد لازق في العظم على طول، بحيث ان المريض يحس ان عينيها داخله لجوه، بنسميها سانكن اي او العين الغائره العين العميقه. ده برضو الفيلر بيجيب نتائج حلوه قوي معاه. دكتوره شيماء بشكرك لوجودك معانا وشرفتنا، وبشكرك على كل المعلومات اللي افدتنا بيها النهارده. نورتينا. مشاهدينا اتمنى تكون حلقه عجبتكم واستفدتوا منها، استنونا كل يوم من الساعه 2 ل 3 حلقه جديده وموضوع جديد ولايف كلينك.